أبنائي الأعزاء، طلاب دبلوم مهني محاسبة المستوى الأول، مقرر المحاسبة المالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل معا الفصل الأول اللي بيتكلم عن الإطار النظري للمحاسبة عن القيمة العادلة. احنا تعرفنا المحاضرة اللي فاتت عن الانتقادات الموجهة لمحاسبة التكلفة التاريخية، واليوم إن شاء الله نعرف مفهوم القيمة العادلة وما هي المقومات أو الركائز التي يرتكز عليها هذا المفهوم. المشكلة في القيمة العادلة إن لجنة معايير محاسبة الدولية اللي هي مجلس معايير محاسبة الدولية حاليا الأزب كان بيعرف القيمة العادلة في كل معيار وفقا لمتطلبات الأصل والتزام محل المعيار، يعني كان بيجي تعريفها في كل معيار أو في بعض المعايير، وكان التعريف في بعض الأحوال بيختلف عن التعريفات الواردة في المعايير الأخرى، وده كان ببساطة لأن ما كانش عندي معيار خاص بالقيمة العادلة ضمن معايير المحاسبة حتى مايو 2011. في 12 مايو 2011 أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الآزب معيار اسمه معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 اللي هو الأيفارس رقم 13 بعنوان قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement. يا جماعة المعيار ده بعد صدوره وحد مفهوم القيمة العادلة، فأصبح عندي مفهوم للقيمة العادلة في هذا المعيار، وبيوحد كمان المداخل المقبولة لقياس القيمة العادلة. المعيار ده عرف القيمة العادلة على إنها إيه؟ هو ده التعريف اللي أنت مطلوب منك إنك تعرفه، لأن ده هو التعريف النهائي والأخير للقيمة العادلة سواء في معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة المصرية. بيعرف القيمة العادلة على إنها إيه؟ هي السعر الذي يمكن استلامه مقابل بيع أصل، أو الذي يمكن دفعه مقابل نقل أو تحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وده نفس التعريف الوارد في معيار القيمة العادلة المصري رقم 45 الوارد بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 110 سنة 2015. طب نركز شوية كده في التعريف ده، فبيقول لي ايه؟ بيقول القيمة العادلة هي السعر اللي انت ممكن تستلمه مقابل بيع اصل، او اللي انت ممكن تدفعه عند نقل او تحويل التزام. بقول لك السعر اللي انت ممكن تستلمه لما بتبيع الاصل. انا ببيع اي حاجة، السعر اللي انا بستلمه ده اسمه سعر ايه؟ سعر بيع. يبقى هو السعر ده هو سعر البيع. تقول لي يعني الجملة دي كلها معناها سعر بيع؟ ايوة، السعر اللي انت ممكن تستلمه وانت بتبيع الاصل ده سعر بيع، يعني مش سعر شراء. لا، سعر الشراء هو السعر اللي انت بتدفعه وانت بتشتري الاصل، لكن السعر اللي انت بتستلمه وانت بتبيع الاصل ده اسمه سعر بيع، او السعر الذي يمكن دفعه لنقل او تحويل التزام. يعني انت عليك التزام لواحد، فبتدفع للشخص ده الالتزام اللي عليك، يبقى المبلغ اللي انت بتدفعه ده اسمه ايه؟ اسمه سعر خروج ان اكزيت برايس. يعني ايه؟ يعني انت بتدفع المبلغ ده عشان تتخلص من هذا الالتزام، او انك تحول هذا الالتزام لطرف ايه؟ اخر، في معاملة منظمة. وهنعرف دلوقتي يعني ايه معاملة منظمة. يعني ايه معاملة منظمة؟ هي المعاملة اللي بتتم في ظل ظروف السوق العادية اللي ما بيكونش فيها أزمات، ما يكونش فيها تضخم، ولا يكون فيها كساد بين المشاركين في السوق اللي هم المشترين والبائعين في تاريخ القياس. تاريخ القياس اللي هو تاريخ نهاية السنة المالية اللي هو 31/12، او لو انت بتعمل قوائم ماليه ربع سنويه يبقى مثلا تاريخ القياس لربع السنه الاول اللي هو 31/3، او تاريخ نص السنه اللي هو 30/6 وهكذا. يبقى انت ده تعريف القيمه العادله. يبقى انا لو بسالك في الامتحان بقول لك ما هو مفهوم القيمه العادله، يبقى القيمه العادله هي السعر الذي يمكن على اساسه استلام بيع الاصل، او الذي يمكن دفعه مقابل نقل او تحويل التزام في معامله منظمه بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ما هي المقومات أو الركائز الأساسية التي يرتكز عليها هذا المفهوم؟ أول ركيزة بيرتكز عليها هذا المفهوم هي الأصل أو التزام، The asset or liability. ده أول عنصر؟ أيوة أول عنصر. يبقى أنت وأنت بتقيس قيمة عادلة لأصل أو التزام، بس لازما الشركة وهي بتقيم الأصل تاخد في اعتبارها الخصائص اللي بياخدها المشاركين في السوق اللي هم البائعين والمشترين عند تسعير هذا الأصل في تاريخ القياس. زي حالة الأصل وموقعه. تقول لي يعني ايه حالة الأصل وموقعه؟ أقول لك لو أنت بتقيم أرض، بتقيم إيه؟ أرض، والأرض دي تبع الشركة،
الارض دي حالتها وموقعها يفرقوا في سعرها ازاي؟ الارض دي هو هل هي جوه كردون المدينه ولا خارج كردون المدينه؟ هل الارض دي مخصصه للنشاط التجاري ولا انت الارض دي غير مخصصه لنشاط تجاري؟ يبقى انت حاله الاصل والموقع بتاعها بتفرق جدا ماشي في تسعير الاصل. بمعنى في كفر الشيخ مثلا كان عندي مصنع للزيوت والصابون، اخدوا منه جزء عملوه مجمع سكني، يبقى انت الاصل ده قيمته كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لانه في موقع مميز، يبقى حاله الاصل وموقعه بتاثر في تسعير الايه الاصل او الايه او الالتزام. القيود المفروضه على بيع الاصل او استخدامه، يعني عندنا في بعض المناطق في كفر الشيخ في ارتفاعات معينه انت ما ينفعش تطلع على الارتفاعات دي، وبالتالي القيود دي مفروضه اسمها قيود على الارتفاعات. انت مطلوب مثلا بتطلع 10 متر او الارتفاع بتاعك 20 متر او 30 متر، مش من حقك تطلع اكتر من كده. القيود المفروضه على الارتفاع دي بناء عليها بيتحدد سعر الارض، وبالتالي خصائص الاصل والالتزام بناء عليها بيتحدد سعر هذا الاصل والالتزام او قيمته الايه العادله. العنصر او المقاوم الثاني هي المعامله او العمليه اللي انا قلت لكم المعامله لازم أن تكون معامله منظمه. الترانزاكشن بتاعي لازم تكون ان اوردرلي ترانزاكشن، يعني معامله منظمه. يعني ايه معامله منظمه؟ المعامله المنظمه هي المعامله اللي بتتم في ظل ظروف السوق العاديه او الاعتياديه، اللي البائعين والمشترين فيها بيمارسوا انشطه التسويق العاديه. يعني ايه؟ يعني يا جماعه العمليه دي ما بتكونش تصفيه جبريه او قسريه. يعني انت عندك في بعض المعاملات بيكون فيها تصفيه جبريه او قسريه؟ ايوه، يعني انت مثلا لو بتبيع العمليه، لو حصل عندك مشكله في السيوله واترفع عليك قضيه وبالتالي صدر حكم قضائي بتصفيه الشركه، قيمه الاصول ايه وانت بتصفيها؟ مش دي القيمه العادله. ليه؟ لان دي تصفيه جبريه او قسريه، ما هيش ظروف عاديه او اعتياديه، انت مضطر للبيع فتضطر تبيع بسعر اقل من سعر السوق، وبالتالي لا تعد هذه المعامله معامله منظمه. يعني في بعض المعاملات اللي ما بتعتبرش معاملات منظمه. ايوه، بعض المعاملات ما بتعتبرش معاملات منظمه. زي المعاملات اللي بتتم بين اطراف ذوي علاقه، يعني المعامله اللي بتتم بين الزوج وزوجته دي معاملة غير منظمة. ليه؟ لأن هما ممكن يعملوا عملية بسعر وهمي غير حقيقي. إزاي؟ أنا مثلا بعت لزوجتي أو زوجتي باعت لي أرض، الأرض دي قيمتها السوقية 50 مليون، هي باعتها لي بمليون جنيه. إذا هذه المعاملة غير منظمة لأنها تمت بسعر بخلاف السعر اللي بيتم فيه لإيه؟ السوق، لأنها تمت بين أطراف ذوي علاقة. إذا كانت وحدة النقد المستخدمة في السوق مختلفة عن وحدة النقد اللي مستخدمة في تقييم الأصل والالتزام، بمعنى إيه؟ أنا في مصر بقيم بالجنيه المصري، بقيم بالجنيه الإيه؟ المصري. إذا أنت كنت بتقيم الأصل ده أو الالتزام بالدولار، يبقى المعاملة دي غير معاملة غير منظمة. ليه؟ لازم تقيم الأصل بنفس العملة بتاعت البلد أو بالتقييم بتاعك، يبقى أنت هنا وحدة النقد المستخدمة في السوق هي الجنيه، يبقى لازم تقيم الأصل ده بالجنيه عشان تبقى المعاملة معاملة منظمة. أي سعر غير الجنيه المصري تعتبر المعاملة دي معاملة غير منظمة. إذا كانت المعاملات التي لا تستند إلى قوة الأسواق كما في حالة التصفية أو المبيعات الجبرية، يبقى أنت لو بتصفي الشركة المعاملة دي مش معاملة منظمة. لما تكون بتبيع مبيعات في ظل ظروف استثنائية أنت مضطر لعملية البيع، يبقى المعاملة دي معاملة غير منظمة. إذا كان السوق اللي بتتم فيه المعاملة يختلف عن السوق اللي أنت بتبيع أو تشتري فيه المنشأة هذه الأصول، بمعنى إيه؟ بمعنى انت لو عندك شركة مثلا بتبيع الاصول والحاجات دي كلها بتبيعها في مكان معين، فانت لما بتبيع الاصل في مكان اخر بيكون سعرها بسعر مختلف. بمعنى انت عندك سلعة، السلعة دي انت بتصدرها، انت ايه بتصدرها، فنتيجة فيروس كورونا وقف التصدير فترة معينة، فانت بتقيم السلعة دي. طب الاصل ده او السلعة دي انت كنت بتبيعها مثلا بمليون جنيه، بس دي قيمتها في التصدير، قيمتها في السوق 80,000. طب تقيمها بالمليون ولا ب 100,000 جنيه ولا ب 80,000؟ لا، المفروض اقيمها ب 100,000 جنيه. ليه؟ لان ده السوق اللي انا ببيع فيه الاصل اصلا، ده السوق اللي انا هبيع فيه الاصل، فبقيمه وفقا لتقييم المشاركين في السوق اللي بيشتروا هذا الاصل او هذا الايه؟ الالتزام. يتفق المؤلف مع ان مع رايان 2008 ولوكس ولويز 2009 بان كلمه معامله منظمه جنبا الى جنب مع كلمه في تاريخ القياس في تعريف القيمه العادله، ده له دلالات كثيره جدا جدا جدا. يعني ايه؟ يعني مش لازم القيمه العادله هي القيمه اللي تكون في السوق حاليا، وانما انت لو ما لقيتش السوق، يعني السوق دلوقتي في ازمه كورونا
وبالتالي في ازمات موجوده في السوق، فالسعر اللي في السوق ده مش سعر عادل. فانا ممكن اتصور او افترض اي سعر اللي هو السعر اللي المفروض بيشتري به المشاركين في السوق في الظروف الحاليه او العاديه، وبالتالي انا ممكن استخدم قيمه افتراضيه او متصوره لو السوق حاليا في ازمات. يعني انت ممكن تكون عندك السعر اللي في السوق دلوقتي غير ما هوش سعر عادل، فانت تحط سعر متصور وتقول ان ده السعر العادل لان عندك الظروف اللي في السوق دلوقتي مش معامله منظمه. ايوه ده رأي رايان ولوكس ولويز وآراء ناس كتير جدا من علماء المحاسبة. العنصر او المقاوم الثالث هو المشاركين في السوق. مين المشاركين في السوق دول؟ هم المشترين والبائعين في السوق. يعني المشترين والبائعين دول هم المشاركين في السوق؟ ايوه، بس لهم شروط او لازم يتوفر فيهم مجموعة من الخصائص اللي هم ايه؟ لازم يكونوا مستقلين عن بعضهم البعض. يعني ما يكونش فيهم اطراف ذوي علاقه، يعني ما يكونش معامله بتتم بين الراجل وزوجته او ما بين الاب وابن وهكذا. يبقى لازم يا جماعه لازم كل طرف من الاطراف يسعى الى الحصول على افضل الشروط التي يمكن الحصول عليها من الطرف الايه؟ الاخر. عشان كده بنقول لازم المعامله تكون بين اطراف مستقلين في العلاقه. الحاجه الثانيه لازم أن يكون في معرفه وفهم بدرجه كافيه للاصل او الايه؟ او الالتزام. يعني لازم كل الاطراف في السوق تكون عندهم كافه المعلومات المتاحه عن الاصل. ما يكونش في طرف عنده معلومه مخبيها عن الطرف الاخر، وبالتالي لازم كل طرف يبذل العنايه المهنيه الواجبه عشان يتوصل للمعلومات اللي ممكن تساعده في تسعير هذا الايه؟ الاصل. لازم يكون الطرفين عندهم رغبه في اتمام العمليه، ولازم يكون عندهم القدره في اتمام العمليه. يبقى لازم يكون عندهم الرغبه في ابرام العمليه والقدره على ابرام هذه الايه؟ العمليه. وبالتالي فإن قياس القيمة العادلة هو قياس قائم على آليات السوق ماركت بيزد ميجرمنت، وليس قياس خاص بالوحدة انتيتي سبيسيفيك ميجرمنت. يعني أنت في النهاية بتقيس القيمة العادلة من وجهة نظر المشاركين في السوق اللي هم المشترين والبائعين اللي بيسعروا الأصل والإيه؟ والالتزام، وبالتالي خصائص المشاركين في السوق بتأثر في هذا الإيه؟ التسعير. العنصر أو المقاوم الرابع هو السعر. احنا قلنا قبل كده ان السعر بتاعك هو سعر شراء ولا سعر بيع؟ قلنا سعر بيع، لان القيمه العادله بتعرفها على انها السعر اللي انت ممكن تستلمه وانت بتبيع الاصل، او السعر اللي انت بتدفعه عشان تنقل او تحول التزام في معامله منظمه. وبالتالي السعر بتاعك هو سعر خروج ان اكزيت برايس اللي هو انت بتتخلى عن الالتزام، او هو سعر ايه؟ سعر بيع. وبالتالي تم تعريف القيمة العادلة على أن السعر اللي أنا بستلمه مقابل بيع الأصل، وبالتالي هو سعر بيع، أو اللي أنا بدفعه مقابل أن أنا أحول التزام أو أتخلى عن التزام، وبالتالي هو سعر خروج من السوق، وبالتالي ما هوش سعر دخول ولا هو سعر شراء. يعني هو مش السعر اللي أنت بتشتري به السلعة، ولكن هو السعر اللي أنت بتبيع به السلعة، فهو سعر بيع. أمال إيه سعر الدخول أو سعر التحويل ده أو سعر الخروج؟ بص يا جماعة، أنت لما بتيجي تاخد قرض من بنوك، تاخد قرض من بنك، ايوه ده سعر دخول انك دخلت في معامله. طب لو انت عايز تسدد هذا الالتزام للبنك ده اسمه سعر خروج، لانك بتتخلى عن هذا الالتزام فبتسدد هذا الالتزام لهذا البنك. بيرى بيلا اندمينو 2012 ان تعريف القيمه العادله على انها سعر الخروج او البيع بيناسب فقط تقييم الاصول قصيره الاجل. ليه؟ لان سعر البيع او سعر الخروج ده بيكون متاح للاصول اللي بيتم عليها تداول دائم موجود دايما في السوق، يعني عندها سعر ناشط، سوق ناشط. اما تقييم الاصول طويله الاجل فدي المفروض يتم تقييمها على اساس المنافع المستقبليه بتاعها، يعني على اساس التدفقات النقديه المتوقعه المستقبليه بتاعها. وبالتالي الاثنين دول بيعرضوا تعريف القيمه العادله على انه سعر الخروج او البيع، لان ده بيناسب فقط الاصول او تقييم الاصول قصيره الاجل. اما الاصول طويله الاجل اللي انت بتحتفظ بيها ومش بتبيعها فملهاش سوق انت تقدر تقيم بيه. هقول لك انا حاجه، الشركه عندها الات ومعدات، تقيم الالات والمعدات دي ازاي؟ اذا كان الالات والمعدات دي اصلا مش متداوله في سوق حالي، المفروض تتقيم على اساس المنافع المستقبليه للشركه ممكن تحققها من هذا الاصل، يعني على اساس التدفقات النقديه لهذا الايه؟ لهذا الاصل. ده تعريف ده يا جماعه العناصر او الركائز الاساسيه لتعريف القيمه العادله. ده تعريف القيمه العادله بيشمل ان هو سعر الخروج، ان هو السعر في تاريخ القياس، ان هو السعر ده لمعامله منظمه مش سعر تصفيه جبريه او بيع جبري، ان هو بيركز على المشاركين في السوق، وبالتالي هو قياس بيركز على اليات السوق. كده خلصنا النهارده الحمد لله مفهوم القيمه العادله والمقومات والركائز اللي بيرتكز عليها مفهوم القيمه العادله، والسلام عليكم.